كشفت الأضواء في مهرجان بريدا للتمور عن مهنة دلال التمور والتي يعد فيها المحرك الأقوى في عملية البيع والشراء بالأسواق السعودية لبيع الأطنان من التمور. هو دلال لكن ليس في سوق تكثر فيها الأموال وتداول الأسهم أو حتى العقارات، بل في سوق يتم التعامل فيها مع سلعة بالغة الأهمية بالنسبة لضيوف المائدة المنزلية. ولتنشيط حركة سوق التمور ببريدة تتعالى هذه الأصوات الجهورية ولا تهدأ حتى تتم الصفقة لبيع منتج ذي ثروة حقيقية للوطن والذي توارثته الأجيال في السعودية منذ آلاف السنين جيلا بعد جيل، ليحقق مكاسب كبيرة لمن يعملون به لكونه نعمة من نعم الله الكثيرة. زين واحد يمارس هواياته، يعني عندك السوق، زين واحد يتعلم البيع والشراء ومداخل الناس وكذا، يعني به رزق، يعني في النهاية به رزق، وفترة موسمية، يعني ثلاث شهور. تخرج أنا من جامعة القصيم بكالوريوس لغة عربية، دلال من قبل ما أدخل الجامعة، تخرج أنا عام 38، دلال لي 5 سنين. متعة، أستمتع لو صرت أحرج، لازم عندي أنا داخلي، أنا أحب بس أني أحرج، أحب أني أطلع صوتي، أحب أني أناظر الخلق أجمعين، لازم أشتغل هنا وأدرس دراسة هندسة مدنية الآن. مهندس حاسب وشغال مع المؤسسة كمسوق تسويق للتمور الموجودة لحل الزبون، أحاول أتفاوض معه أحقق أفضل سعر للتاجر وأحقق أفضل سعر لصاحب التمر. هؤلاء الدلالون السعوديون لم يدرسوا فن التجارة في المعاهد والكليات، ولم يأخذوا دروسا في أصول البيع والشراء أو علوم الاتصال، لكنهم تعلموا مهنتهم من السوق، معتمدين في ذلك على فطنتهم وذكائهم، حتى أصبحت السوق لا تكتمل إلا بحضورهم باعتبارهم حلقة الوصل بين البائع والشاري. السوق كله يدار بأيدي سعودية، الدلالين والمحرجين والمسوقين يدار بأيدي سعودية كاملة. ومهرجان هذا العام أتاح 4000 فرصة عمل سواء للشباب أو الشابات. أحد الشرف أنا أعتبرها، لأنه المعيب أنك تكون في بيتك ويفترض أنك تكون فوق هذه الصناديق تبيع تمر جدك وجدك وجد جدك أيضا. ميزة الشباب في القصيم كذا في جيناتهم تعودوا على الشغل، يعني كل منطقة لها خصائصها، يعني القصيم من المناطق اللي شبابها يحبون الشغل، ما تعودوا على الكسل. ففي عندنا مثلا، عندنا الان بس الساحه، احنا شركه تسويق زراعي، عندنا تقريبا 50 موظف كلهم من الشباب السعودي، يعني ما حصلوا عمل وجو هنا، لا، بقدر ما يكون هذا الشغله هذه ورثوها من اجدادهم وابائهم. تخيل الساعه 4 الفجر نجدهم في المصلى هنا، اعداد كبيره تصلي وتنتشر في الساحات للعمل. تركوا الفراش وتركوا لذة النوم من أجل ماذا؟ من أجل كسب المال وكسب الرجال. شباب بريدة أنا ما أوصيهم كثير، لأنه ثقافة العمل موجودة في دمهم. أنا أوصي باقي الشباب في كل مناطق المملكة أنه بلدنا فيها خير، اشتغلوا، مارسوا، انزلوا في الحياة، وحتى لأهلنا في الخليج، يعني خيرنا بلادنا، نبيه لنا ولعيالنا، تشجعوا وانزلوا للأسواق، وتسعة عشر الرزق في الأسواق. ويؤكد التجار في مهرجان بريدة بالقصيم أن مهنة الدلالة هذه هي أحد أهم أركان إتمام عملية البيع والشراء بالشكل المرضي للطرفين. حركة البيع والشراء هذه هي أكبر تظاهرة اقتصادية في مدينة بريدة التي تحمل هذه الأيام لقب مدينة التمور بامتياز. طلع نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين، من مدينة بريدة القصيم.